السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني، وكل اللي في القناة منورني وشرفني، وكل اللي في القناة داخل مصر وخارج مصر نورني وشرفني يا حبايب قلبي. النهارده يا حبايب قلبي بقى ايه؟ هعمل روتين في اوضة النوم، وهغير فرش السرير ده يا حبايبي، وهكنس وهنضف الأوضة وأروقها. ما تنسونيش بقى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل حاجة حلوة أنا بعملها. يلا حبايبي نبدأ مع بعض. الوشاش دي اللي بتغلبني والله العظيم، تركيبهم بغلبني وخلعانهم كمان بغلب. النفر ما برتاحش يا حبايب قلبي لما يكون ايه الاوضه نظيفه والسرير نظيفه والفرشه نظيفه والشقه زي الفل، ابقى مرتاحه نفسيا وبعد ايه وانا مستريحه نفسيا كده. لما الحاجه متفحكيش حواليا ببقى متضايقه قوي والله العظيم. بس انا مش ما بخليش حاجه وسخه، بنضف على طول. تصوير غير تصوير، انا بنضف. شجعوني كده باللايكات يا حبايبي، طلعش عليا باللايك. في ناس بتشاهد وما بتحطش لايكات، على فكره بلاقيش لايكات كتير مش عارفه ليه. قال انتوا ما بتحطوش اللايك ليه يا جماعه؟ يعني اول ما تدخلوا كده حطوا اللايك، انتوا بتشاهدوا كده شاهدوا الفيديو حطوا اللايك. امال بتحبوني وتشجعوني بالتعليقات بتاعتكم الحلوه ليه؟ وانا برد على كل التعليقات على فكره، وبقرا كل التعليقات، تعليقاتكم كلها جميله.
اخواتي وحبايبي. بقول لكم المخدات هي اللي بتغلبني، بخترع لهم انا وشاش بقى، هجيب لهم وشاش عمول. اللي بقى رايكوا في السرير لما خليته فله كده؟ شايفين بقى الحاجه لما بتتراوق وتتنضف تبقى شكلها حلو ازاي؟ الاوضه راحت زي الفل ازاي؟ هجيب بقى المقشه اكنسها وامسحها. طلعت دول بره، روح الغسيل. نجيب بقى الماء يمسح. نجيب بقى الماء الحقيقي، نحط الماء نضيفة، نحط بقى ايه شوية كلور كده حلوين. هنحط شوية بتول يا حبايبي. الديتول مع الكلور بينظف السيراميك وبخلي ريحته حلوه وفي المسح حلو قوي. الديتول الله على الريحه الفل. الله 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 على الريحه الجميل. ايه رايكم حبايبي؟ روعه روعه روعه، جميله 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 جميله، حته تحفه. الديتول ده مخلي مع المسح كده مخلي ريحه الاوضه فلها جنه. كده حبايبي اكون خلصت الروتين بتاعي،
تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.